فعلت المستحيل لأنال رضاه عني. قضيت ليالي عديدة أتعلم دروس التاريخ والأدب اللذان لم أكن أطيقهما فقط حتى أكون مثقفة مثلما أرادني هو. غيرت نمط معيشتي من أجله، كان شغلي الشاغل ومحور حياتي، فضلته على نفسي في كل شيء. وكلما أقدمت على خطوة فكرت بيني وبين نفسي، هل ستعجب تشارلز؟ هل ستغضب تشارلز؟ ولكن لا شيء كان يعجبه. في كل مرة أقوم بعمل جيد أستحق عليه التقدير والثناء، أنتظر أن يقول جيدا أو أحسنت، كان يكتفي بالصمت. وفي كل مرة أخطئ يقابلني بسيل من التوبيخ والكلام القاسي، حتى ولو كان خطأي صغير جدا كان يحاسبني على أتفه الأمور والأسباب. كانت قسوته تجرحني وانفعاله يؤذيني، كنت أقضي ليلي في البكاء، وحين أخرج للعامة في الصباح أندهش من محبتهم لي وتقديرهم الكبير لشخصي. كنت أصاب بالذهول، كيف لهؤلاء الذين لا يعرفونني أن يحبوني بهذا الشكل وأنا لم أقم سوى بإلقاء التحية عليهم؟ وكيف له هو أن يكرهني رغم كل ما أقوم به من أجله؟ كان من الصعب جدا تقبل فكرة أنني لا أعني له شيئا، لا أحد، كنت في حياته لا أحد. والأصعب أنني كنت مضطرة للتعايش مع واقع أنني محبوبة من الجميع باستثنائه هو. هكذا ببساطة أحبني السود والبيض، السمر والحمر، النساء والرجال، الشيوخ والأطفال، الجميع باستثناء من أحببت وهو تشارلز. الملك تشارلز يا سادة، إنها النرجسية حتى في الملوك.